ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أشرف بني محمد، خبير سياسات واقتصادات التكنولوجيا. ربما الولايات المتحدة تصف هذه الشبكة من الأعمال التجسسية بأنها الأضخم لأنها تقف وراء البنية التحتية الأمريكية. خطورة هذا الأمر؟ الخطورة إنه العملية ليست جديدة، ولكن وجودها وكانت مزروعة من أكثر من 5 سنوات وتستهدف 5 قطاعات حيوية. فإذا بنطلع على الفترة اللي أخذت المؤسسات الخمسة اللي تعاونت في اكتشاف هذه الثغرة، أخذتها وقت كبير جدا لاكتشاف هكذا خطر، وخصوصا على البنية التحتية، وفي ظل التوتر الكبير الموجود اليوم بين الولايات المتحدة والصين على تايوان وعلى مواضيع كثيرة جدا. لكن اكتشاف هذه الثغرة بعد وجودها بسنوات، هذا يمثل أتوقع يعني تهديد جيد وتهديد مهم. النقطة الأخرى اللي ركز عليها التقرير اللي أصدرته الوكالات المعنية اللي اكتشفت الثغرة، النقطة إنه اليوم جزء كبير من الهجوم أو السايبر أتاكس اللي بتصير على الولايات المتحدة ليست فقط على الأعمال، ولكن أيضا على البنى التحتية، على الحياة العادية، على المؤسسات التي تضمن ديمومة الحياة للمواطن، من كهرباء، من ماء، من اتصالات، من طاقة. فهذا بتوقع يعني تحدي ونوع خطير من الثغرات، وليس فقط على الولايات المتحدة. المشتركين في هذا التقرير كان كمان أيضا موجودين من كندا ومن أستراليا ومن هولندا. الأخطر كما تقول هذه التقارير بأن هذا تخفي لا يكتشف، قدرة هؤلاء على التخفي بالنسبة لأنظمة ربما تكون متقدمة والأكثر تقدما في العالم وتحميها أيضا شبكات أمان كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. جزء هنا خلينا عشان نكون دقيقين، التقرير كان واضح من الناحية التقنية إنه جزء من هذه يعني من أدوات التخفي كانت العملية، التقرير وضحها، تسلسل العملية تماما كيف تتم. لكن كان الجزء الثغرة الجديدة إنه تم استخدام خلينا نحكي أدوات ومعدات لشركات أمريكية زي سيسكو، ولكن لم يتبقى لها دعم، يعني ما هلا ما بتدعمها الشركات هذه. فبالاضافه الى قدره الـ من خلال الوصول لهذه المعدلات، باستخدام هذه المعدلات يستطيع الوصول الى البيانات لهذه المؤسسات. بدنا نتذكر انه جزء كبير من هذه المؤسسات التي تقوم على اداره البنى التحتيه من طاقه وكهرباء ومياه، يوجد لديها خلينا نحكي أنظمة الدفاع، سايبر سيكوريتي سيستمز، لكن كمان بدنا نذكر أنهم جزء كبير منها يجب أن يلتزم بالتعليمات والقواعد اللي بيصدروها، خلينا نحكي المتخصصين الأكثر زي يعني الـNSA الأمريكية أو CIA والمؤسسات المعنية بالهجمات، خلينا نحكي والدفاع الموجود على الإنترنت. هناك نقطة مهمة أشارت إليها هذه التقارير، تتحدث بأن هذا الاختراق كان ينتظر منه التحرك في وقت وقوع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. معنى هذا أن هذا الاختراق لم يكن مفعلا فقط في العمل في الحرب، أم أنه ربما كان يسعى للحصول على معلومات وبيانات من هذه الشركات التي هي متخصصة في البنية التحتية؟ سيدي، في التقرير التقني مرة ثانية بدي أرجع له لأنه كان مهم، زرعت هذه خلينا نحكي البرمجيات وهذا الدخول من فترة، فكان يدرس الأنظمة وماذا تقدم وكيف تعمل هذه الأنظمة وما هي المعلومات التي تخرجها. فهذا جزء مهم لأنه هذا عبارة عن معلومات يمكن استغلالها في حال كان هناك أي تهديد على مصالح الصين، سواء في تايوان أو في الولايات المتحدة أو في أي مكان من العالم. النقطة الثانية سيدي، زي ما تفضلت، النقطة المهمة إنه هذه أداة وجود ومعرفة طرق عملها وكيف تعمل والقدرة على تعطيلها عند الحاجة، وكان التقرير واضح جدا بخصوص إنه هذه
ستستخدم عند الحاجة. إذا في حال حدوث أي تهديد لمصالح الصين كان باستطاعتها استخدام هذه الأدوات من ضمن الموارد الأخرى اللي موجودة عندها إذا بده يكون في أي حرب أو أي تهديد لمصالحها. وأصبح جزء مهم في هذه التوقيتات من الحروب. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف بني محمد، خبير سياسات واقتصادات التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.